فطبعا يمكن أن نقول نحيي المنتخب الغاني في نهاية الأمر، ونقول مبروك للمنتخب الأوروغواي، نحيي لأنه قدم مباريات ممتازة وأمتعنا كثيرا. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود للحديث عن هذه المباراة. MTN شبكة الموبايل الرسمية لكأس العالم فيفا 2010. موجة جديدة من هيونداي. مهرجان كبير لكل فرد. عيش اللعبة برعاية هيونداي الشريك الرسمي للفيفا. سول تقودك إلى روح الرياضة الحقيقية. كيا الشريك الرسمي للفيفا. شجع واستمتع مع دوريتوس. المؤسسة المالية الرائدة في قطر ومن الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تواجد عالمي في 22 دولة. خبرتنا العالمية مكنتنا من مواكبة تطلعات عملائنا حول العالم. إذن لا تبحث بعيداً، واجعل كيو أم بي شريكك المالي المفضل. كيو أم بي، معا إلى الأمام. عالم يجمعه ملعب واحد. MTN شبكة الموبايل الرسمية لكأس العالم فيفا 2010. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحول أو ننتقل مباشرة إلى الزميل مساعد المحمود، طبعا ليحدثنا ربما عن خيبة أمل الجماهير الجنوبية الإفريقية فيما يتعلق بهذه الخسارة للمنتخب الغاني. مساعد تفضل. نعم زميلي هشام، حقيقة خيبة أمل كبيرة ارتسمت ملامحها على وجوه الجماهير الحاضرة هنا من جنوب أفريقيا في متابعة المنتخب الغاني. صراحة مباراة تلاعبت كثيرا بأعصاب الجماهير سواء في الشوطين الأول والثاني أو حتى في الأشواط الإضافية. عادت الفرصة لهم بضربة جزاء ولكنهم أدروها، أيضا عادت الفرصة لهم بضربات الجزاء وتلاعب هذا الشيء كثيرا بأعصاب الجماهير المتواجدة هنا. ألتقي على عجالة أحد الجماهير الجنوب أفريقية التي ساندت غانا في هذا اليوم. First of course Ghana lose a big chance today to be in the
semi final. خسرت غانا فرصة كبيرة للذهاب إلى النصف النهائي. أتمنى أن نربح في الكؤوس القادمة. أنا فخور جدا على الرغم من ذلك بغانا لتمثل كل أفريقيا في المرة القادمة في الكأس العالم في البرازيل. ربما سنتقدم بشكل أكبر. أنا فخور بلاعبي غانا, عملوا بشكل جيد, لعب بشكل جيد. أتمنى أن يصلوا إلى نهائي, ولكن هذه كرة قدم. ما هو شعورك بعد خسارة الوقت الإضافي الثاني وفي ضربات الترجيحية؟ في الواقع بعد خسارة غانا بضربات ترجيحية قبلت بالواقع الأمر, لأن ضربات ترجيحية 50% 50%. هذا هو الحظ. كفريق أفريقي يمثل كل أفريقيا وجدنا فيهم هذه الروح القتالية, نقبل هذه النتيجة. ردة الفعل الواضحة على محيا هؤلاء الجماهير التي ساندت غانا في هذا اللقاء. بالتالي بعد ضربات الترجيح تماما خلى المكان من الجماهير, على عكس ما كانت الفرحة الموجودة بعد الهدف الأول وبداية المباراة. هذا شيء اختلف تماما بعد المباراة. إليك هشام. شكرا لمساعد المحمود. إلى زياد شحاتة مباشرة خارج السوكر سيتي, خارج الملعب. زياد تفضل. شكرا لك هشام. طبعا يعني شاكيرا تقول في الأغنية واكا واكا it's time for Africa, ولكن it's not time for Africa. هذا ليس الوقت لأفريقيا. طبعا غانا هناك خيبة أمل كبيرة, لم أسمع ولو نفخة فوفوزيلا واحدة خلال خروج الجماهير الأفريقية. هناك علامات حزن كبيرة جدا, ليس فقط لكل المشجعين الأفارقة هنا, ولكن حظيت بمشجعين جنوب أفريقيين ولكن يدعمان المنتخب الأوروغوياني. المنتخب الأوروغوياني الذي يتمثل بفورلان ربح وتأهل إلى نصف النهائي. We saw that. أنت سعيد بفوز يوروغواي, ولكن كل سكان جنوب أفريقيا يدعمون غانا. لماذا؟ أنا عندي عائلة في أوروغواي, عندي ممتلكات في أوروغواي. إنه بلد رائع, نحن نحب ذلك المكان ونحن سعداء بفوزهم. Do you believe that? هل تعتقدين بأن الأوروغواي استحقت الفوز؟ نعم. كلا يقول المشجع الغاني. كلا, هم لم يستحقوا الفوز. ما الذي تعني بأنه فقدتم بسبب الحظ؟ غانا لعبت بشكل جيد جدا كفريق أفريقي. فازت الأوروغواي من جانبها بالحظ. هشام, هذه بعض ردود الفعل, سنعود إليك مع جماهير آخر إن شاء الله في الفعل. شكرا لزياد شحاتة. طبعا المشجع الغاني يدافع المنتخب الغاني من حقه, والمنتخب الغاني أنتوني ما فيش تحليل يعني تكتيكي أو تحليل من هذا النوع. لا نقول ولا اللاعب وسط ميدان ولا 4-3-1. كرة ضربة الجزاء هي كانت كرة المباراة لا أكثر ولا أقل, لكن مع هذا الكل يعترف. وأنا المنتخب الغاني قدم الكثير وأعطى الكثير لكرة القدم الأفريقية. لكن بعد إذنك أنتوني, قبل ما نتحدث معك, باسل طبال في الملعب معه ضيف. تفضل باسل. نعم هشام, مع غيديو أريفالو في منتخب اليوروغواي. أسيدو كانت مباراة دراماتيكية شهدناها في المونديال. أوروغواي يصل إلى النصف النهائي. بالفعل كانت المباراة صعبة بالنسبة لنا, وكنا متأخرين في النتيجة وعدنا لحسن حظنا, وكانت عندنا فرص للتهديف ولكن لم نتمكن من تحويلها إلى أهداف. وفي المرحلة الثانية حاولنا نقل الموازين وخرجنا وضغطنا وبحثنا عن الهدف لنكون هادئين, ولحسن حظنا عانينا ولكن حققنا المراد. بالحديث عن المباراة رأينا أن أوروغواي كان يريد أن يهاجم, وإذا شاهدنا المرحلة الأولى رأينا أن الفريق المنافس كان أفضل منكم. وفي المرحلة الثانية خاصة في الوقت الإضافي كانت هناك سيطرة من غانا.
بالفعل كنا نحاول أن نفوز ولكن هم أيضا فعلوا ذلك ونحن حاولنا أن نرد بالمرتدات ولحسن حظنا في الدفاع وفي وسط الميدان اللاعبون قدموا أفضل ما مما كنا نتوقع وضربة الجزاء ضاعت ولحسن حظنا تأهلنا ونحن سعداء خاصة بعد غياب طويل. نحن في أنتم في النصف النهائي وسواريز لا يلعب في المباراة القادمة أمام هولندا. هل درستم عن المنافس القادم كيف يلعب؟ هل شاهدتم بعض المباريات لهذا المنتخب؟ بالفعل تابعنا بعض المباريات أمام البرازيل أيضا ونحن كنا نعيش المباراة التي كنا نلعبها أمام غانا والتي كانت صعبة صراحة و كنا سنعاني من غياب لويس سواريز وهو اللاعب الهداف وبإمكانه أن يخلق الفرص وسنحاول نتكلم وأي لاعب فأعتقد أن الثقة ستكون كبيرة ونتمنى أن يكون الأمر. شكرا لكم. نتمنى أن تذهبون بعيدا في هذه المسابقة. نتمنى ذلك. سنصارع إلى آخر رمق لنحقق أي شيء نريده ويتمناه الجميع ونتمنى أن يسعد الجميع في الأوروغواي. تحياتي إلى أهلي وإلى أولادي. شكرا لكم. إذا هشام كان معنا ريفالو، أعود إليك. شكرا للزميل باسل طبيعي الأنطوني. أريد أولا أن أقول أن أهنئ فريق الأوروغواي لفوزه بالضربات الترجيحية. كان الفوز بين أيدينا لنحسم المباراة ولكن ولسوء الحظ هذا الأمر لم يحدث. أنا أعتقد بأن الفريق الغاني مثل أفريقيا أفضل تمثيل. لعبنا فريق جيد وبكل تأكيد نحن لدينا فريق مع لاعبين شباب يجب أن يتقدموا متضافرين للارتقاء بهذا الفريق والكل فخور بهذا الفريق. وأستطيع أن نقول بعد عودة هذا الفريق إلى غانا كل اللاعبين حسب ما قدمه ضربات الترجيح توفق فريق الأوروغواي لأنه وصل أفضل من الناحية النفسية وتعامل مع الضربات الترجيح وتوفق موسيليرا في صد ضربتين مهمة بالنسبة للفريق لكن بكل تأكيد أداء عالي وخروج مشرف بالنسبة لغانا. أعود مرة أخرى إلى باسل طبال ومعه الهداف منتخب الأوروغواي دييغو فورلان. باسل تفضل. نعم هشام ينضم إلى دييغو فورلان أيضا لعب دورا كبيرا في هذه المباراة. سيمبري أباريث دييغو يظهر دييغو في اللحظات التي يحتاجها الفريق مع أتلتيكو مدريد أو مع أوروغواي. الإنسان يحاول أن يحقق الأشياء. كان تحدي كبير وهذه أشياء دائما كنت أحلم بها وكنت أريد أن أصل إلى هذه المباراة وأن ألعبها وحققت هدف التعادل وبعد ذلك ذهبنا بعيدا. أنا سعيد بما حققناه. عندما نتكلم عن لقطة سواريز في الربع ساعة الأخيرة كانت هناك سيطرة من غانا ولكن رغم عملية الطرد فإنهم كان قد أنقذكم. بالفعل كان يعرف أنه كان هدفا ولكن اللقطة كانت عفوية وللأسف تم طرده ولكن نحن تأهلنا. عندما نتكلم عن المباراة رأينا أنكم عانيتم. كانت هناك تذبذب وغياب المدافع أيضا أثر عليكم. هو كان أمامهم الهدف وعانينا كثيرا وطيلة المباراة المرحلة الأولى من المباراة ولكن للأسف لحسن حظنا في المرحلة الثانية من المباراة تمكننا من تحقيق هدف التعادل وفي نهاية المطاف عانينا وحققنا ما كنا نريد. أوروغواي ما كان من المنتخبات المؤهلة للذهاب بعيدا. اليوم ستلعبون أمام هولندا وهو منتخب يحسن الأداء. بالفعل نحن في النصف النهائي وأعتقد أن الجميع قالوا العديد من الأشياء ونحن نثق بمقدراتنا. شكرا لكم وتهانينا. إذن هشام كان معنا دييغو فورلان، أعود إليك. شكرا لباسل. الفاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود فابقوا معنا.